ها يا خوخة سبقناه. لا لسه برضو مش عارفين نسبقه. طيب يلا نجري تاني، لازم نسبقه المرة دي. هما بيسابقوا مع مين؟ الله خوخة نمنم، انتوا بتجروا كده ليه؟ اصل احنا بنحاول نسبقه. هو مين ده اللي بتحاولوا تسبقوه؟ القمر، بنحاول نسبق القمر لانه بيجي معانا في كل حته بنروحها في عالم سمسم. ومش عارفين نسبقه. اجري بسرعه اكتر يا خوخة، اكيد هنقدر نسبقه المره دي. استنوا استنوا، انا عايز اقول لكم على حاجه. استنوا، جريوا بسرعة وما سمعونيش. هو في حد بيعرف يسبق القمر؟ مش معقول، ده القمر بعيد بعيد قوي. بس على فكرة هي لعبة حلوة. نمنم انت وخوخة بتجروا كده ليه؟ اصل احنا كنا بنحاول نسبق القمر. ما تعرفيش طريقة ممكن نسبق بيها القمر يا أم نبيلة؟ تسبقوا القمر؟ طب انتوا عايزين تسبقوا ليه؟ لانه ماشي معانا، كل ما نروح حته نلاقيه. يا نمنم القمر ما بيمشيش مع حد. طب ازاي ومعانا يا خوخه؟ القمر موجود فوق في السماء، والقمر بيلف حوالين كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه ده، والمسافه بين القمر وكوكب الارض اللي احنا موجودين فيه ده كبيره جدا جدا جدا. عشان كده كل ما نروح حته لازم نشوف. يعني القمر مش بيمشي معانا ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي مش بيمشي معاك ولا حاجة، لأنه موجود بعيد في السماء. احنا كنا عاوزين نسبقه. يا خسارة، كانت لعبة حلوة. بس أنا عندي فكرة أحلى يا خوخة. إيه إيه؟ بدل ما القمر كان بيجري ورانا، تعال إحنا نجري إحنا ورا القمر. يلا بينا. يلا بينا. جايين لك يا قمر. أنا اسمي سمير وعايش في اسكندرية، وده باباي. إحنا النهاردة رايحين نصطاد. بابا شايل قفة الصيد اللي فيها السنارة وأدوات الصيد بتاعته. في السكة هنعدي على عم إبراهيم عشان نشتري سنارة ليا من عنده. ده محل عم إبراهيم بتاع أدوات الصيد. عم إبراهيم بيبيع كل حاجة ليها دعوة بالصيد، وهو بيعرف بابا من زمان. محل عم إبراهيم مليان حاجات أشكال والوان. اشترينا بكرتين خيط وساعات بيسموها شعر، بكرة كبيرة لبابا وبكرة صغيرة لي. عم إبراهيم كان بيرمل السن، يعني بيحط الخيط في السن اللي هصطاد بيه السمكة. ده اسمه التقيل، بيتعمل من معدن الرصاص عشان يتقل الخيط وينزل تحت المية. دي بقى اسمها الفيل، بتبقى عايمة على وش المية عشان لما تشبك السمكة في سمن السنارة تغطس في المية، وكده نعرف ان في سمك. عم إبراهيم بيدخل الخيط جواها عشان يثبتها وتبقى تقيلة. الفل والتقل والسن ده الجزء اللي بيبقى مرمي جوه المية، وفي طرف الخيط الأولاني، وطرف الخيط التاني بيكون ملفوف على بكرة المكنة. دي بكرة المكنة اللي بيتلف عليها الخيط. بيتلف عليها خيط طويل عشان تقدر توصل لمسافة بعيدة جوه المية وتصطاد السمك. عم إبراهيم علمني إزاي أشغلها، هو شاطر قوي وبيعرف يشغلها كويس. بعد ما اشترينا الحاجات سلمنا على عم إبراهيم ومشي، واشترينا عيش عشان نعمله طعم للسمك فيتلم في المكان اللي فيه العيش ونعرف نصطاد. في الطريق شفنا مراكب صيد كتير وصيادين بيصطادوا بالشبك، دول غير اللي بيصطادوا بالسنارة. أنواع سمك زي البوري والدنيس وأنواع تانية كتير، طعمها لذيذ قوي ومغذية كمان. في هنا ناس كتير جاية تصطاد، أنا وبابا كل واحد فينا معاه سنارة. بابا خد حتة عيش والدهاني عشان أرميها للسمك. عدى وقت كتير وأنا مستني ما اصطدتش حاجة. بابا قال لي لازم نصبر والصيد بيعلم الصبر. شوية كده ولقيت السنارة تقلت، قعدت ألف البكرة زي ما علمني عم إبراهيم بسرعة بسرعة، وعرفت أطلع السمك. أنا كنت مبسوط قوي وبابا كمان كان مبسوط بي.
قبل ما الشمس تغرب لمينا حاجتنا عشان نروح. النهارده اتعلمت الصيد، وتعلمت ان الصيد بيعلم الصبر، ولازم نصبر عشان نحقق اللي احنا عاوزينه. حقك علينا خوخة وفلفل. اهلا بيكم، معاكم المذيعة خوخة. ايوه انا اسمي خوخة، انا بحب اسمي جدا لانه ده احلى. حاجة عادية يا خوخة، كل واحد لازم يبقى له اسم جميل ينبسط لما الناس تناديله بيه. يعني انا مثلا اسمي فلفل، ولما بابايا سماني كده كان قصده ساعتها ان الواحد ايوه اكيد اكيد باباك كان شايف انه اسمي فلفل اسم جميل جدا. نرجع لاسم خوخة. اسمي بيتهيألي ان الاسم ده من احلى الاسامي اللي اتعملت في الوجود. انا ايه ده؟ اعزائي المشاهدين، وقت برنامجنا خلص، نشوفكم الحلقة الجاية. احنا ما لحقناش نتكلم، بس اننا قلنا اسامينا. ايه البرنامج اللي بيخلص بسرعة ده؟ مالك يا خوخ، شكلك حيران كده ليه؟ انا حيرانة فعلا يا ابو نبيلة، وعاوزة اعرف. عاوزة تعرفي ايه؟ عاوزة اعرف ايه اللي يخلي بذرة صغيرة زي دي تنبت وتطلع زرعة كبيرة زي دي؟ هو ده اللي محيرك يا خوخة؟ على العموم انا ممكن اجاوبك على السؤال ده. ما هو مش السؤال ده بس يا ابو نبيلة، في حاجات كتير قوي برضو عاوز اعرفها. انا عارفة يا خوخة ان في اسئلة كتيرة جدا انت عايزة تعرفيها. انا عاوزة اعرف السما دي فيها كم نجمية، وليه ما ينفعش اعيش في المية زي السمكية، ازاي الشجرة بنعمل منها مكتب وعصاية، وازاي شكلي بشوفه اما بقى صادق يا مراية، وحاجات تانية جدا ما بشوفها بسأل وبفكر، طب ينفع اعرف ولا لا استنى اما اكبر؟ طبعا ينفع جدا جدا تعرفي يا حبيبتي، ده اللي بيسأل لازم يعرف. وديكي سألتي، يعني هتجاوبي لي يا أبلة نبيلة أسئلتي؟ أقدر أجاوب حبة وحبة تجاوبيهم أنتي، أصلك تقدري تسألي برضو الناس التانية، واللي هيكون فيهم يعرف هيرد في ثانية، وفي التلفزيون بتلاقي إجابات جيالك، وجوه المكتبة ادخلي نقي اللي على بالك. ممكن حد يقرالك؟ طب ممكن ندخل حالا؟ طب وهو كذلك. شكرا يا ابو نبيلة، انا في دماغي اسئلة كتيرة عايز اعرف اجابتها. انا دنيا. وانا شيرين. احنا اصحاب من 3 سنين، احنا الاتنين بنحب نتمرجح، احنا الاتنين بنحب نرقص وبنطلونات بعض، بنبدل وبنلبس، احنا الاتنين بنحب الموز وما بنحبش البسلة، وبنحب بعض علشان على طول متفقين. في يوم امهاتنا دفروا شعرنا، احنا الاتنين كنا عايزين ديل حصان بس ما قلناش فين. ديل حصانك شكله غريب، لازم تعمليه زيي، شكله احلى من ورا اهو. شكلك احلى. حصانك انت اللي شكله غريب، لازم تعمليه زي بتاعي، شكله احلى وهو من فوق. صح ولا ايه؟ من ورا. من فوق. لا. ايوه لا لا من فوق. انا ما اقدرش اكون صاحبتي، انت كده بتضايقيني. دنيا. شيرين. اسمعوا انتوا الاتنين، الاصحاب مش على طول متفقين، ساعات هتعملوا حاجات زي بعض وساعات هيبقى صعب. انتوا الاتنين كويسين. دي صاحبتي دنيا، دي صاحبتي شيرين. احنا بنحب ديل الحصان وبنعمله بطريقة مختلفة كمان. الاصحاب اتنين زي بعض مش دايما بيكونوا متفقين علشان ده صعب. غريب قوي كوكب حرف الالف ده، المفروض اني الاقي هنا التلات حاجات بتبدأ بحرف الالف، لكن لحد دلوقتي ما لقيتش غير حاجتين بس. لقيت فاكهة الاناناس دي. او كلمة اناناس بتبدأ بحرف الالف، وكمان لقيت ابريق. وكلمة ابريق برضو بتبدأ بحرف الالف،
بس فين الحاجة التالتة؟ لازم يكون في حاجة تالتة، أنا لازم ألاقيها، أنا ما ينفعش، أنا؟ كلمة أنا بتبدأ بحرف الألف، هاي أنا. بعمل أبحاث مهمة جداً عن الوقت لحد ما اكتشفت اكتشاف عجيب. تعرفوا إن في الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه دلوقتي في حاجات كتيرة تانية بتحصل؟ يعني مثلاً ممكن يكون بابا بيطبخ، أو تكون ماما نايمة، أو يكونوا أخواتكم بيلعبوا. وأنا لما اكتشفت الموضوع الغريب ده عملت تجربة صغيرة على عالم سمسم. تعالوا نشوف أصحابنا في عالم سمسم بيعملوا إيه دلوقت في نفس الوقت. في نفس الوقت اللي نمنم قاعد فيه في الجنينة بيفتح جواب لسه وصل له حالاً، كانت خوخة بتحاول تعمل اختراع جديد. أبلة نبيلة في الوقت نفسه واقفة في المكتبة، وقدامها طابور طويل من الأطفال اللي عاوزين كتب. وفي نفس الوقت عم حسين عند عم جرجس بيشتري طلبات البيت. شايفين؟ كل واحد بيعمل حاجة مختلفة في نفس الوقت. نمنم متضايق لأنه مش عارف يقرأ الجواب اللي صاحبه بعتهوله. لكن إيه ده؟ ده بيقوم من مكانه، يا ترى رايح على فين؟ دلوقتي نعرف. المهم إن الجنينة دلوقتي بقت فاضية لما نمنم مشي منها، في الوقت اللي خوخة لسه مشغولة في اختراعها، وأبلة نبيلة عندها طابور طويل من الأطفال، وعم حسين عند عم جرجس بيدور على طلبات البيت. نمنم راح لخوخة وبيطلب مساعدتها عشان تقرأ له الجواب، لكن خوخة بتقول له إنها لسه ما تعرفش تقرأ جواب، هي أخدت في المدرسة الحروف وشوية كلمات لكن لسه ما تقدرش تقرأ جواب على بعضه. نمنم مش عارف يقرأ الجواب ازاي، لكن خوخة بتقوله ان ممكن يطلب مساعدة أبلة نبيلة. نمنم ساب خوخة اللي لسه مشغولة في الاختراع بتاعها ورايح لأبلة نبيلة اللي لسه مشغولة مع الأطفال اللي عاوزين كتب. وفي نفس الوقت عم حسين لسه ما خلصش شراء من عند عم جرجس. شايفين؟ نمنم وصل عند أبلة نبيلة، وقف في الطابور، لكن هو عاوز يعرف ايه اللي مكتوب في الجواب بسرعة، ومش قادر يستنى كتير لحد ما الطابور يخلص. نمنم جات له فكرة، ليه ما يجربش يروح لعم جرجس؟ نمنم خرج من الطابور فعلا، وفي نفس الوقت واضح ان خوخة قربت تخلص الاختراع، والطابور عند أبلة نبيلة بيزيد. عم حسين تقريبا اشترى كل اللي هو عاوزه من عند عم جرجس. نمنم دلوقتي وصل عند عم جرجس، وفرح قوي انه قابل هناك عم حسين، وزي ما احنا شايفين هو بيشرح ليهم الموضوع. عم جرجس بيعتذر جدا لنمنم لانه نسي النظارة بتاعته النهاردة، وهو ما بيعرفش يقرأ من غيرها. وعم حسين بيقول لنمنم انه ممكن يقرأ له الجواب، لكن بعد ما يودي الطلبات البيت. نمنم مشي من عند عم جرجس وهو مش عارف يعمل ايه. وفي نفس الوقت
خوخة خلصت اختراعها وطلع تلفزيون جميل، وأبلة نبيلة لسه بتدي الكتب للأطفال. شفتوا إن ممكن حاجات كتير تحصل في نفس الوقت؟ هو ده الاكتشاف الغريب اللي أنا اكتشفته. يا أستاذ يا أستاذ. أنا؟ أيوة، مش حضرتك كنت بتتكلم عني طول الوقت؟ يا ريت بقى تقرالي الجواب ده لو سمحت. طيب هات الجواب. هي دي متاعب المهنة. يلا قولي بقى. ثانية واحدة.